كيفاش كلفها 400 مليار؟ كان نفسروا للسادة المشاهدين. معناها هذا مشروع أنه تقوية إنتاج متاع النفط، أنه ينتج 10,000 بريل في النهار عشتارت، حبوا يولي 12,000. الدولة رزت مبلغ 400 مليار باش تطور الحقل، وذا به اليوم ل 400 مليار مشاو وصبحنا ننتجوا 5,000. معناها اليوم الدولة ويني؟ معناها ما تسألش ويني 5,000 وين مشات، ولا 400 مليار وين مشات؟ مشات في الفيلات وفي عمارات وفي أمور شخصية في تونس، في تونس، في عشتارت، حقل عشتارت. هذا مثال. استمع لشهادة سي ريضا عن نجل تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. نذكروا سي رشيد، وصلكم ملفات من النوع هذا يمسوا الصناعة، يمسوا خاصة مجال البترول والغاز، مجالات حساسة وفيها أموال ضخمة؟ اي وصلونا. هو سي رضا مأمونة صلبية عدة مرات وتكلمنا مع بعضنا وقدم لي عدة ملفات، لكن هالملفات هذية وقت اللي تقدمت لي قبيل وفاة المرحوم هكا، ولا وبالتالي ما زلنا ما درسناهمش بالكل. هذاك علاش انا ديما نقول ونعاود في أجهزة الإعلام، راهو هنالك ملفات محرقة، هنالك ملفات خطيرة، وكما قال أحد الأخوة قد ما يتقدم في الزمن قد ما ممكن الأدلة تنقص. ولذا أنا نغتنم الفرصة بما أنه بجانب السيد الوزير أن نأكد له باللي راهو يجب على الحكومة أن تقوم بقرار سياسي يتمثل في كونه هالملف هذية يقع معالجته في أقرب الأوقات. وهذا ما أكده لنا مشكور السيد رئيس الحكومة عندما قال أنا نعتبر ملف الفساد هو من أولويات الحكومة. السيد الوزير كان يحكي للسيد على 120 دينار في الشهر، معناها إنسانة في البترول مستوى سنة رابعة تخلص في 12,000 دينار في الشهر وبلاش الامتيازات، معناها ما عندها حتى دور وما عندها حتى مستوى باش تاخذ حتى الثلث نتاع المبلغ هذا ب 12,000. هاي الفيش دو بي نتاعها، هذا يدل اللي الفساد ماشي الى حد لا 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 يقبل ولا حتى العقل ما نجمش يحلم به في الليل. انا نزيد نقول لك حاجه اخرى، فما شكون شفت انا في فصل في الجرايد تقريب شهر، فما شكون من اقرباء العائله المالكه باع الرقاع ولا الاسهم نتاعو في شركه موجوده في تونس في البترول ب 60 مليون دولار، 90 مليار في شهر سبتمبر اللي تعدى. والوزراء، وزارة الطاقة في بالها، وزارة الاقتصاد في بالها، والناس كل في بالهم، والشخص هذا في الخارج هرب ويبيع في تونس. يعني إلى حد وين وصلنا يعني؟ سيد الوزير، أنا دخلت في الموضوع هذا ومشيت لجنة مصادرة وحكيت في الموضوع هذا، فهمتهم أنه مش ممكن باش يبيع، خاطر الحقل هذا ماهوش كونسيسيون، مازال ماهوش كونسيسيون. لكن الغلطة متاع ليتاب هي اللي فوضت، اللي قالت أنه نسمح باش يبيع وقت اللي هو ما عندوش الحق، هو ما قامش بالواجبات اللي عليه في الكونسيسيون حتى يكون عنده ملكية وحقية في لكن التورط متاع هذوما العصابة متاع اللي في ليتاب واللي في الدي جي او الكل وصلوا صحوا في اتفاقيه مع شركه فرنسيه انه باش يبيعوا الباتريمون تونيزيان الكل، الباتريمون سيسميك تونيزيان الكل باش يبيعوها شركه فرنسويه. معنا احنا نصبحوا في تونس دوله مستقله، كي يجوا باش نقبوا على النفط نمشوا لفرنسا نطلبوا الاذن في شركه فرنسويه. وعندي هاو ما يثبت الـ معناها الدي جي انه هي صحت له في أفريل، في أفريل ديريكسيون جينيرال دينيرجي صحت في أفريل، واجتماع كان اجتماع البي في اللي صار أنه شركة فرنسوية هي اللي تكتب وهي اللي تمل وهم يطبقوا. فما حاجة ما يعرفهاش المواطن التونسي أنه الديوان الوطني للبريد فما فرق بينه وبين اتصالات تونس، ديما يعملوا يربطوا، فما كونفيجيون كبيره. نحن الديوان الوطني للبريد قاعد يمول فيه المواطن التونسي لانه ناخذوا في اعتمادات ب 36 مليار 2011، خذينا اعتمادات من الدوله ب 36 مليار. 36 مليار هذوما معناتها كنا نجموا نحن نستغناو عليهم لولا هالملفات هذيا اللي تو ان شاء الله باش نمدوكم بهم. ملفات معناتها تتعلق بفساد في الصفقات مشبوهة ومازالت سارية المفعول، شبكات متاع رشوة ورشاوي أنه الراس بالفعل معناتها يتباع العون ياخذ خدمة بين 4,000 دينار وبين 20,000 دينار. ملفات مسة الأمن
فساد مالي، فساد إداري، مسألة أمن الدولة، مسألة أمن المواطن. وقت اللي نحن نجي ونلقاو طرود بريدية خارجة وطرود بريدية داخلة، للخارجة نعرفوا عليها شنو اللي هزت، وللداخلة نعرفوا عليها شنو اللي قاعد يروج وتخرج معناتها من غير ما تتعدى على الديوانة. والسيد المسؤول الأول على الديوان الوطني للبريد يخرج تقارير تثبت هذا برغم ما جاء معناتها في الصحف وتؤكد مسألة الطرود الواردة ومسألة الطرود. ما نعرفوش الوجهة، ما نعرفوش الثمن، ما نعرفوش شنو اللي فما. ومع هذا نحن هنا نتسائلوا بالحق الحكومة إيش قاعدة تعمل. موضوع شائك أكيد، البريد التونسي، الديوان الوطني البريد التونسي، موضوع تطرقت له أم لا؟ قبل ما نجاوب نشكركم الساعة، هذه مناضلات في المستوى اللي احنا نترقبوا فيه وداخل الإدارة التونسية وداخل الشركات التونسية. تكلمت الأخت على الصفقات العمومية، واحنا من الأولويات اللي عندنا داخل في الحكومة تو في الوقت الحاضر ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد هي تنظيم هذا تنظيم الصفقات العمومية. كل ما يهم الصفقات العمومية، الناس اللي ممكن ما يعرفوش اللي الصفقات العمومية نصرفوا 20% من الناتج الداخلي الخام، البي بي متاعنا 20% منه يمشي في المشتريات اللي تشريهم الدولة، يعني من الاستيلو اللي نكتبوا به إلى المستشفى إلى الطائرات إلى كل ما يهم حتى الجيش الوطني أو الداخلية أو كل يعني طرقات السيارة، هذوما 20%.